أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر حياة شخص بعد سقوطه داخل بئر ارتوازية قطرها 14 بوصة وعمقها 400 متر، وذلك في مزرعة تبعد عن المحافظة 60 كيلو متر. وأفاد أنه بوصول فرق الدفاع المدني بكامل تجهيزاتها الفنية للموقع تم رصد الشخص على مسافة 210 أمتار، وهو لا يزال على قيد الحياة، ليتم فورا العمل على إنقاذه من خلال التجهيزات الفنية الحديثة التي مكنت وصول الأكسجين للشخص ثم تأمين عدم انزلاقه وسحبه إلى خارج البئر، وهو بصحة جيدة بعد احتجازه لساعات. نتابع هذا الفيديو. سبحان الله ما شاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر غسل وجهه غسل وجهه جاوي ثلاثة الله.